الامتحان وإهمال مروان. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه مروان. مروان ولد جميل ومؤدب، لكنه كان مهمل جدا، ما كانش بيحافظ على حاجته خالص ولا على أي حاجة تخصه، سواء كانت اللعب بتاعته ولا هدومه ولا حتى أدواته المدرسية. بان إهماله أكتر لما دخل المدرسة وبدأت مامته تلاحظ إنه كل يوم بيرجع أدواته المدرسية ناقصة حاجة، يوم يرجع من غير الألم، ولما مامته تسأله فين الألم مش موجود في شنطتك يفضل يدور عليه من غير اهتمام، وفي الآخر يقول لها مش عارف يا ماما، تلاقيه ضاع مني، أنا مش لاقيه في الشنطة، اتصلي بابا يجيب لي واحد غيره وهو جاي. وفعلا كان هو ده اللي بيحصل، بابا مروان وهو جاي يجيب ألم جديد لي ويقول له أنا جبت لك ألم جديد، حافظ عليه وما تضيعوش. وكل يوم يتكرر نفس الإهمال، مرة يقول نسيته على الديسك، ومرة يقول واحد صاحبي استلف مني الألم، مرة يقول وقع مني تحت الديسك وقعدت أدور وملقتهوش. مامته اتضايقت جدا منه وقالت له يا مروان ده اسمه إهمال. فيرد عليها مروان ويقول لها أنا مش مهمل، هي الحاجة بتضيع مني أعمل إيه؟ ولما تكرر تاني كل يوم نفس الحاجة قالت له يا مروان أنت إنسان مهمل، بتضيع حاجتك ومش بتحافظ عليها، يا مروان بابا بيتعب في شغله علشان يجيب فلوس يجيب لك بيها كل حاجاتك. لكن برضو كان كل يوم يرجع مروان مضيع حاجة من أدواته، وطبعا بابا كان بيجيب له غيرها. ولما مامته تعبت من الكلام معاه وإنه مش بيسمع الكلام أخدت قرار حاسم علشان مروان يبطل إهمال. مامته قالت له بص يا مروان، اعمل حسابك بعد كده إنك تحافظ على أدواتك، لأن الحاجة اللي هتضيع مش هجيب لك غيرها تاني أبدا. أخد مروان كلام مامته على إنه هزار، وتاني يوم رجع من المدرسة وهو مضيع الألم بتاعه كالعادة، وطلب من مامته تخلي باباه يجيب له ألم جديد، لكن مامته رفضت. قعد مروان يترجاها لأنه طبعا محتاج ألم ضروري لأن عنده امتحان تاني يوم. مامته رفضت تماما وقالت له ده كان آخر تحذير ليك علشان تبطل إهمال. قعد مروان يفكر هيعمل إيه بكرة، هيحل ازاي في الامتحان. قال خلاص ممكن استلف ألم من أي حد من أصحابي. وراح مروان تاني يوم المدرسة وطلب من صاحبه يديله ألم علشان يحل بيه الامتحان. صاحبه قال له إنه ما معهوش غير ألم واحد بس. قعد مروان يلف على أصحابه كلهم واحد واحد لكن ملقاش ولا حد يسلفه ألم. اتضايق مروان جدا من نفسه لأنه طبعا هو اللي حط نفسه في الموقف الوحش ده، وطبعا معرفش يكتب حاجة في الامتحان رغم أنه كان مذاكر كويس قوي وكان عارف كل الإجابات، لكن ما كانش معاه ألم علشان يجاوب بيه، وطبعا ساب الورقة فاضية. ولما رجع البيت قعد يعيط ويلوم نفسه وحكى لمامته على اللي حصل وتأسف لها ووعدها انه هيبطل إهمال وانه تعلم درس قاسي قوي بسبب انه مهمل وما كانش بيحافظ على حاجته، وطلب من مامته انها تسامحه لانه كده مش هيجيب درجة الامتحان النهائية زي طبعا ما كان متعود يجيب كل مرة، ووعدها انه ده مش هيتكرر تاني. وبالفعل يا اصحابي اتغير مروان خالص وبقى بيحافظ على حاجته مش بيضيعها ابدا ولا يكسرها، ورجع تاني يجيب الدرجات النهائية في كل المواد وطلع الاول كمان على المدرسة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قولولي بقى يا أصحابي امتى آخر مرة ضيعتوا أدواتكم في المدرسة أو في النادي؟ ويا ترى انتوا بتضيعوا حاجتكم ولا انتوا أشطر من مروان؟